السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. معاكم ميس مروه من قناه ميس مروه. النهارده ان شاء الله هنستكمل شرح منهج كونكت بلس لجريد 3. النهارده كده ان شاء الله هناخد ليسون 6 في يونت 9. تعالوا هنا بقى نبدا بالفوكاب اللي موجوده في ليسون 6. عندي نمبر 1 فلاينج دكتورز. فلاينج دكتورز، طبعا اللي هيسمع الكلمه دي هيضحك كتير جدا ويقول يعني ايه فلاينج دكتورز، هما في دكتورز بيطيروا؟ لا طبعا ما فيش دكتورز بيطيروا، احنا بنسميهم فلاينج دكتورز او بيطلق عليهم فلاينج دكتورز. they are flying in helicopter، هما بيطيروا او بيكونوا موجودين جوه الهليكوبتر. يبقى هنا عندي flying doctor، they are flying in helicopter، وهي الكلمة number two helicopter. airplane emergency، خدناها قبل كده emergency. pilot طيار. first aid الاسعافات الاولية، ودي خدناها قبل كده كان اسمها first aid kit الاسعافات الاولية. medical help مساعدة طبية. medical equipment معدات طبية. paramedics الكلمة دي مهمة جدا، مين هم الباراميديكس المسعفين؟ مين هم؟ who درايف امبولانس، الناس اللي بتسوق سيارة الإسعاف اسمهم paramedics. again paramedics المسعفين. who drive ambulance سيارة الإسعاف. again repeat after me. flying doctors helicopter airplane emergency pilot first aid medical help medical equipment paramedics ambulance. the next part save lives ينقذ حياة الناس او حيوات الناس، هنا عندي lives plural. save lives service خدمة. get to تصل الى. drive يسوق. enormous country دولة ضخمة. very big country. population السكان. again population سكان. areas مناطق. countryside الريف. 6 hour drive ان هو يسوق لمدة 6 ساعات، ودي مدة طويلة جدا. are called تسمى. coast الساحل. bring يحضر او يجلب. one third يعني ثلث، دي خدتوها كده في الماث في الفراكشن. one third ثلث. as well as علاوة على ذلك. even حتى. much quicker أسرع كثيرا. traveling by road السفر عن طريق البر. important هام ومهم. نيجي بقى هنا ندخل في الدرس نفسه ونشوف مين هم الفلاينج دكتورز. هنا بيقول لي who are flying doctors. هنا عندي في الباراجراف ده هتكلم عن أهمية الفلاينج دكتورز ومين هم الفلاينج دكتورز. when you are sick you can go to hospital in a car، يعني لا قدر الله الواحد لما بيكون تعبان هو بيروح المستشفى in a car، ده الطبيعي. in an emergency لكن في حالة الطوارئ. you can go in an ambulance لكن في حالة الطوارئ لا قدر الله سواء كانت حادثة، دي بسميها emergency يعني حالة طوارئ، في الحالة دي انا بروح الهوسبيتال in an ambulance يعني في الاسعاف. the people who drive ambulances are called الناس اللي بتسوق بقى الامبولانس سيارة الاسعاف are called احنا بنسميهم paramedics المسعفين. they can give you first aid very quickly، دي اول ناس بتجيلك في الامبولانس سيارة الاسعاف، علشان كده دي اول ناس ممكن ان هي تديك first aid او تقوم بالاسعافات الاولية very quickly بسرعة جدا قبل ما تنقلك للهوسبيتال. لكن عندي some countries في بعض الدول also use helicopters to get people to hospital in an emergency. احنا عندنا هنا لما بيكون عندي emergency يعني حالة طوارئ يعني accident حادثة، الناس بتروح الهوسبيتال عن طريق ايه؟ عن طريق الامبولانس. لكن عندي countries في بعض الدول لما بيحصل عندها emergency حالة طوارئ،
في الحالة دي هما مش بيستخدموا الامبولانس، انما بيستخدموا ايه؟ بيستخدموا الهليكوبتر. These are، طبعا هنا بيتكلم عن الهليكوبترز. These are very important، مهمة جدا، and can save lives، ودي طبعا مهمة جدا وبتنقذ حياة ناس كتير جدا. هنا عندي for example، هنا عندي يعني مثال، هتكلم عن مين؟ هتكلم عن استراليا. Is an enormous country، يعني دولة كبيرة جدا. 7.69 million square kilometers، ودي المساحة بتاعتها. It has a population of about 25 million people، يعني فيها سكان حوالي 25 مليون. Most of the people live near the coast around the country، ومعظم الناس دي بيعيشوا فين؟ near the coast، يعني بجانب الساحل. About one third، وحوالي ثلث. Live in the countryside، بيعيش في الريف. In areas that are a long way from towns and hospitals، الجزء ده مهم جدا لان بيتكلم على الناس اللي بتعيش في countryside، يعني في الريف، وبتكون المدة كبيرة جدا، يعني a long way، بيكون الطريق كبير جدا. From town and hospitals، ان هم يروحوا المدينة او يروحوا الهوسبيتال. Sometimes، بعض الأحيان، about 6 hour drive، يعني لازم يفضلوا ان هو يقود السيارة كده عشان يوصل للهوسبيتال، حوالي 6 ساعات. What happens when you are sick؟ You can call the flying doctors. في الحالة دي بقى لو انت تعبان بتعمل ايه؟ You can call the flying doctors، بتتصل بالflying doctor. The Royal Flying Doctors Service brings medical help to people all over Australia. دي خدمة كده موجودة في استراليا، بيسموها خدمة أطباء الطيران الملكية. دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن flying doctors in helicopter موجودة في استراليا. The flying doctors are pilots as well as doctors، يعني هما مش مجرد doctors بس، هما كمان لازم يكونوا pilots، يعني الflying doctors ده كمان بيكون pilot. They can help with emergencies، وبيقدر كمان ان هو يساعد في حالة الطوارئ، of injuries، في الجروح، where they happen، and they can fly people to hospital، وكمان بيقدروا ينقلوا الناس اللي هي المصابة دي to hospital، للمستشفى. It is much quicker than traveling by road، طبعا اسرع كتير جدا لو انت هتروح الهوسبيتال اللي انت تركب هليكوبتر او تكون موجود داخل الهليكوبتر، عن لو انت يعني ماشي، اسرع من انك تروح عن طريق الرود، يعني عن طريق الطريق. The Australian Flying Doctor Service has 77 airplanes، عندهم كام طيارة؟ عندهم 77. There is a lot of medical equipment inside، وفي بيكون معدات طبية كتير جدا داخل الهليكوبتر. And they can be used as hospitals، اللي بيستخدموها في المستشفيات. Doctors can even do operation inside the planes، الجملة دي مهمة جدا، تخيلوا ان هم كمان ممكن يقوموا بالعمليات الجراحية اهي. Do operation inside the planes، كمان ممكن يقوم بالعمليات الجراحية دي جوه الهليكوبتر نفسها قبل ما يوصلوا للهوسبيتال لو الحالة تستدعي ذلك وما تقدرش تكمل للهوسبيتال. ومش هطول عليكم حبايبي اكتر من كده، ويبقى انتهينا من ليسون 6 في يونت 9 منهج كونكت بلس لجريد 3. ما تنسوش لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، ولو عندكم اي استفسار اكتبولي في الكومنتس تحت وانا هرد عليكم. وشكرا حبايبي، وان شاء الله نتقابل فيديو جديد.